أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، أنا مس نانسي عطية، سأكون رفيقتكم في تعلم واستكشاف مادة اللغة العربية لهذا العام. أرجو أن يكون عاما دراسيا مليئا بالإنجازات والإبداعات، لأننا نؤمن بأهمية إنشاء متعلمين ذوي عقلية منفتحة. تسعى المدرسة الأمريكية إلى خلق عالم أفضل أكثر سلاماً وبيئة تعليمية متميزة بأنشطة تفاعلية ممتعة. اللغة هي جزء أساسي في عملية التعلم في المدرسة الأمريكية. سيتم التركيز على اللغة كأساس للتعلم لتطوير جميع المهارات كمهارات التفكير والمهارات التواصلية والاجتماعية والبحثية وإدارة الذات. تدخل اللغة العربية في جميع نواحي التعلم في ثلاثة أشكال: اللغة الشفهية كالمحادثة والاستماع، اللغة المكتوبة كالقراءة والكتابة، أما اللغة المرئية فهي المشاهدة والعرض. مهارة القراءة: القراءة من مصادر متعددة من الكتب ككتاب وزارة التربية والتعليم، كتيب نصوص القراءة، روت لي الأيام للكاتبة إميلة نصر الله، رواية جوهرة الجواهر والاستعارة بالعديد من الكتب من مكتبة المدرسة، بالإضافة إلى العديد من المواقع الإلكترونية مثل تطبيق اقرأ بالعربية. مهارة الكتابة كالتأملات، بحيث يقوم الطالب بإبداء رأيه في كتابة تأملات وقصص وأفلام ورحلات تعليمية وغيرها. أما بالنسبة إلى التعبير الموجه فسيكون مثل الرسالة والمقالة والسيرة الذاتية. الإملاء سيتم تنميتها من خلال إعطاء حصص الإملاء كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في كتيب الإملاء. الرئيسة في تدريس مادة اللغة العربية في الصف الخامس. سنتعرف في وحدة أين نحن في المكان والزمان على مدرسة السلط الثانوية وابن سينا. أما بالنسبة إلى نصوص الاستماع فستكون عن جذري الماء وابن رشيق القيرواني. أما بالنسبة إلى التحدث فستكون عن أهم الحضارات الموجودة في الأردن. بالنسبة إلى المهارات الإملائية فسنقوم بالتفكير بالتمييز بين النون الساكنة والتنوين والأسماء التي تحوي حروفا تلفظ ولا تكتب. المهارات النحوية، سنبدأ بمراجعة أقسام الكلام وأزمنة الأفعال الثلاث وكيفية التمييز بين المذكر والمؤنث. والمهارات التي سوف نوظفها هي المهارات التواصلية والمهارات الاجتماعية. وحدة كيف يعمل العالم، سنبدأ بنص بعنوان حبة القمح، ثم النص الثاني سيكون أسرار كوكبنا. سنستمع إلى قصة جميلة بعنوان كن أسدا. سنتحدث عن أداء العمل واجب. سنبدأ بالمهارة الإملائية وهي همزة المدي والألف المقصورة والممدودة. أما القواعد النحوية فستكون الجملة الإسمية والجملة الفعلية، وسنوظف مهارتي التفكير ومهارة البحث في هذه الوحدة. وحدة كيف نعبر عن أنفسنا، سنبدأ بنص جميل وهو أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أما النص الثاني فسيكون عن لذة الإبداع، وسنبدأ برواية جميلة بعنوان جوهرة الجواهر. سنستمع إلى نص بعنوان الأعمال اليدوية، وسنتحدث عن أنواع الأشغال اليدوية وأهميتها. سنذكر بكيفية كتابة التاء المربوطة والتاء المفتوحة. سنقوم بإعراب الفعل والفاعل والمفعول به.
سنوظف مهاراتنا البحثية ومهاراتنا التواصلية بالإضافة إلى مهاراتنا الاجتماعية في هذه الوحدة. وحدة من نحن؟ سنبدأ بنص جميل بعنوان الأب والعصفور، ثم النص الثاني سيتحدث عن الغذاء في الدواء. سنستمع إلى قصة جميلة عن ألعاب الطفولة، ثم نستمع إلى نص آخر بعنوان علاج بالذكاء. سنتحدث عن أهمية هرم ماسلو للاحتياجات الأساسية وما هي مشكلات المراهقة وحلولها. أما بالنسبة إلى المهارات الإملائية فستكون حذف همزة ابن وإثباتها ألف تنوين النصب، المهارات النحوية الضمائر المعرفة والنكرة، وسنوظف مهارتي إدارة الذات ومهارة التواصل في هذه الوحدة. وحدة كيف ننظم أنفسنا؟ سنتحدث في البداية عن نص بعنوان من الخشب إلى العالمية، وهو يتحدث عن رجل الأعمال كامبراد. أما النص الثاني فسيكون بعنوان الفكرة لا تموت لظهور المنقذ لولا دا سيلفا. سنبدأ بنص الاستماع بعنوان تاجر الأقمشة، ونتحدث عن قصص العديد من رجال الأعمال مثل إياد الصفار. أما بالنسبة إلى المهارات النحوية فستكون تثبيت كتابة بين الهمزة القطع وهمزة الوصل، وعلامات الترقيم بالنسبة إلى القواعد النحوية حروف الجر ومعانيها والإضافة. سنوظف مهارتي التواصل ومهارة إدارة الذات في هذه الوحدة. الوحدة الثانية فهي نتشارك الكوكب. نصوص القراءة قراءة نم أسرار ثمينة. بالنسبة إلى نصوص الاستماع فهي تعاون ونظام ثقب في طبقة الأوزون. أما التحدث سيكون عن التنظيم في قرية النمل وقطاع الغابات. أما المهارة الإملائية التي سيتم تطبيقها فهي كيفية كتابة الألف التي تلفظ ولا تكتب وأنواع الهمزات. أما بالنسبة إلى قواعد النحوية فهي الضمائر وحروف الجر والعطف، والمهارات التي سيتم توظيفها خلال هذه الوحدة هي مهارات التفكير بالإضافة إلى مهارات إدارة الذات كالتنظيم. طاعة المعلمة من المتعلمين، حضور الطالب إلى الحصة في الوقت المناسب، احترام الزملاء والمعلمين، تنفيذ تعليمات المعلمة، الإصغاء إليها بشكل جيد، عدم إحضار الهاتف النقال، وأداء الواجبات المنزلية في موعدها المحدد، وأداء المهام الصفية الموكلة له وفق توقعات المعلمة. طلابي الأعزاء، أرجو أن يكون عاما مليئا بالإنجازات والابتكارات. فنحن في مجتمع التعلم نسعى دوما لتحقيق الأفضل. فقد قال الشاعر أحمد شوقي: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. أرجو أن تكونوا من البنائين لمجتمعكم وأمتكم. دمتم بحفظ الله ورعايته.